طيب نعود مجددا لفاشر السلطان ننتقل بكم في زاوية أخرى للجمال عبر شاشة الشروق إلى فاشر السلطان بالتحديد سلطان علي دينار هذا القصر الشامخ الباهي نتابع المزيد من خلال بلدنا حلوة ومن ثم نعود نفصل أكثر مشاهدينا. فاشر السلطان حاضرة ولاية شمال دارفور بغرب السودان واحدة من أعرق المدن السودانية تضرب بجذورها في عمق التأريخ إذا تعود نشأتها إلى أكثر من خمسة قرون. متحف قصر السلطان علي الدينار أحد معالم المدينة الرئيسية يشمخ بآنفة وكبرياء في الجزء الغربي منها. وترجع هذه التسمية إلى السلطان علي دينار أخر سلاطين مملكة الفور التي حكمت الجزء الغربي من السودان لأكثر من سبعة قرون. وقد امر السلطان علي الدينار في العام 1911 ببناء قصر خاص به. يتالف القصر من طابقين ولم يستعمل لاغراض السكن بل كانت توضع فيه الهدايا والغنايم القيمة التي ترد الى السلطان بجانب تسير قافلة الحجيج وموكب المحمل لكسوة الكعبة الشريفة من امام باحته الشرقية. حيث يقرع هذان النحاسان لجمع الناس لوداع موكب المحمل. وقد حول القصر الى متحف في العام 1977 بقرار من رئيس الجمهوريه الاسبق جعفر محمد نميري حيث قسم الطابق الاول الى اربع قاعات رئيسيه الاولى تضم اثارا لحضاره ما قبل التاريخ وحضاره المجموعه الثالثه وحضاره كرما. أما القاعة الثانية فتضم عهدي الدولة المصرية الوسطى والحديثة ورسومات من مملكة نبتة وتميمة على شكل إله وبعض أدوات الزين التي كانت تتزين بها إحدى الملكات في عصر مملكة مروي ورسم للسيدة مريم العذراء يرمز إلى عهد المسيحية. قاعة التراث الشعبي تحتل حيزا في هذا المتحف. وتوضح بعض العادات والتقاليد والموروثات الشعبيه التي تمارس في بعض المناسبات كبابها حجاب من الجلد لعلاج آلام الحلق آنذاك، وعقد من قشر بيض النعام تلبسه النساء عند الولاده كتعويذه لحفظها وحفظ مولودها من الارواح الشريره. القاعه الرابعه خاصه بالسلطان علي دينار تضم كرسي السلطان وسرج حصانه ومصحف مكتوب بخط اليد والعملة المحلية التي كانت تسمى رضينا ومذبحته وساعته، إلى جانبي الكثير من الأسلحة البيضاء والنارية وفأسين أحدهما من الفضة والآخر من النحاس وسيف مقبضه من الذهب الخالص وردائين باللون الأحمر والثاني باللون الأصفر كان يلبسهما السلطان في مناسبات بعينها. لا يخلو يوم من الزوار في هذا المكان سواء كانوا سودانيين أم وافدين من الخارج حيث يقوم المرشد بشرح كل ما يتعلق بمقتنيات المتحف استخدمينه كميكروفون في عدن اسمه مبايع لكن كميكروفون آه. عايز الناس يعني فهو بعمل بيجمع الناس بعد ده آه. بيقول لهم كلام اللي ولاستكشاف المزيد عن المتحف صعدنا الى الطابق الثاني عبر هذا السلم الحجري ذي الجوانب الخشبيه لنجده خالد من الحياه. تسكن جنباته اصداء الماضي التليد ويملا حجراته عبق التاريخ الحافل بالبطولات فترجع بك الذاكره الى القرن الماضي لاستدعاء ذلكم العهد الذي اضحى ماده تدرس لكل ابناء السودان.